قليلين ايه قليلين استاذ والله مبادرة حلوة زينة من وقف السني والحمد لله. ايه هي نشوف مكان ايش عبر المي جوا احنا لما عسري حطينا وهم عبر والحمد لله. هسه توزيع للمتضررين في هاي المنطقة. ايه كلنا هاي الساعة الساب كله متضررين واللي قاعد يمدور العسكريين هم كلهم. هاي حي التميم. بمبادرة كريمة من ديوان الوقف السني المتمثل بحضور السيد رئيس الديوان إلى محافظة نينوى أوعز سيادته أن يكون هناك مبالغ مالية تقدم دعم للعوائل التي تعرضت إلى الضرر من جراء الفيضانات التي حصلت مؤخرا في محافظة نينوى. منذ ساعات الصباح اليوم نحن في هذا الحي وباشرنا بتوزيع المواد على العوائل بيت بيت حتى لا نكلف لا تجمعات ولا غيرها. نحن نطرق الأبواب ونسلم المساعدات المالية لهم. هذا من جانب، إضافة إلى كما ترون أن الدوائر الخدمية تعمل أيضا في كل الأحياء لرفع الأنقاض والنفايات التي رافقت عمليات الفيضان في هذه المناطق. العوائل الحقيقة في هذه المنطقة أكثر من 150 عائلة تعرضت إلى دورها إلى دخول المياه وفقدوا كثير من احتياجاتهم من مؤونة الغذائية وأيضا العينية. رغم ذلك نؤكد من خلال قناتكم الموقرة أنه تم تشكيل لجنة من قبل قائمة مقامية الموصل، ثلاث لجان، اثنين في الأيمن ولجنة في الأيسر، ستزور عائلة عائلة وتثبت كل الأضرار. ومن هنا نطالب كل السادة النواب عن محافظة نينوى باستحصال قرار من مجلس النواب أو من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشمول هذه العوائل أيضا بالتعويض للمواد التي فقدوها. هناك من فقد المواد داخل الدار الكهربائية، ثلاجة، تلفزيون، أثاث وغير ذلك. ونتمنى إن شاء الله من السادة النواب أن يعيروا لهذه المسألة أهمية، ونحن جميعا إن شاء الله في خدمة أهلنا. إضافة إلى الوعي من فيروس كورونا، الكل يعمل، هناك تكاتف كبير. شكرا للكوادر الصحية، شكرا للإعلام المتميز الذي يرافق كل صغيرة وكبيرة في نينوى وهي قناة الموصلية حقيقة، وشكرا لدائرة الأوقاف بكل أقسامها الذين وقفوا معنا في هذا الظرف الصعب. تم تغطية الجانب الأيمن ما عدا منطقة السجن، اليوم إن شاء الله نغطيها. كل المكانات التي غرقت في الأمطار في جانب الأيمن تم تغطيتها بالكامل بالمبالغ التي أرسلها مع الدكتور سعد كمبش، واليوم متواجدين في جانب الأيسر في هذا الحي. التأميم نوزع أيضا على أكثر من 100 ويزيد حسب المختار الموجود والقوائم الموجودة، وإن شاء الله مستمرين بهذه الأمور. وستأتينا مبالغ أخرى من ديوان الوقف السني لنغطي القرى والأقضية والنواحي أيضا إن شاء الله، وبالتنسيق أيضا مع القائم مقام إن شاء الله تعالوا المختارين حتى نغطي كل المحتاجين وكل الذين أصابهم الغرق.